تستعد النجمة ميادة الحناوي أن تحل ضيفة على الإعلامية عائشة في برنامجها، ومن داخل الكواليس التقت كاميرا عرب وود بميادة في حوار خاص كشفت فيه عن كنز بليغ حمدي الذي تستعد له وعن قلة ظهورها الإعلامي. تفاصيل أكثر هنلاقيها في اللقاء التالي. المطربة الكبيرة ميادة الحناوي للساحة الفنية من أفضل الأخبار اللي سمعناها، بس إيه هي تفاصيل عودتها؟ أستاذ محسن جابر عنده أغنيات لألي، فإن شاء الله بتطلع للنور وبتظهر إن شاء الله وبتسمعوها بإذن الله. هو وعدني خير إن شاء الله، فيعني أنا بتمنى أنه يطلع هالكنز الدفين اللي موجود عنده. لكن ما هو كنز المنتج محسن جابر؟ مجموعة من الأغاني، منا للأستاذ محمد الموسيقار محمد سلطان، منا للموسيقار الراحل بليغ حمدي، وفي عدة كمان أغاني قصيرة إن شاء الله كمان موجودة عنده. هل هذه الأغاني هتقدم بنفس الألحان ولا هيكون فيها تغيير؟ إن شاء الله هتكون، يعني هنرجع نعيد التسجيل مش بصوتي، يعني نركب آلات موسيقية عليها يعني تواكب روح العصر. الحناوي مقلة جدا في الظهور الإعلامي. أنا بحب الكيف مش الكم، بحب أظهر بالشكل اللائق لألي ولمكانتي الفنية، فما في كتير فنانين ما بيطلعوا بالمقابلات يعني، وأنا منهم واحدة منهم يعني، فلما بنتقي شيء بنتقي بدقة. ميادة وجهت رسالة لجمهورها من خلال عربوت. بقلكم إنه أنا دائما إن شاء الله بكون عند حسن ظنكم، وأنا بحبكم برشا برشا.